بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين الله الله سلام الله سلام الله. الله. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في هذه الرواية المباركة رسول الله صلى الله عليه واله يقول: «الفرق بين إبليس لعنه الله والنبي آدم مع صدور المعصية من كليهما، هو أن إبليس تكبر وآدم تواضع». لا يخفى ما سبق من أن عصيان آدم إنما هو كان ترك الأولى، أو كان مخالفة للأمر الإرشادي، وعصى آدم ربه فغوى. كيف كان مخالفة للأمر الإرشادي؟ مثل الطبيب عندما ينصحك، فأنت تخالف نصيحة الطبيب، هذا مخالفة للأمر الإرشادي. الله عز وجل قال لادم على نبينا واله وعليه السلام: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الخروج من الجنة، الجنة فيها مزايا فيها بركات ما فيها تعب ولا عناء فخروجكما من الجنة يعني الشقاء يعني التعب العناء مشاكل الدنيا هذه المشاكل ما كانت في تلك الجنة التي كان فيها آدم إذا هي جنة الخلد جنة أخرى بحث آخر مثل أنا أقول لك أنت لو تسافر تبتلى ببعض الأمراض مثلا أو يس. الغلب التعب يغلب عليك فأنت سافرت فهذا مخالفة الأمر الإرشادي فهل كان مخالف للأمر الإرشادي؟ بينا سابقا أن السيد الوالد يقول حتى مو مخالفة للأمر الإرشادي وإنما الله عز وجل جعل آدم خليفته في الأرض إني جعله في الأرض خليفة مو للجنة بس ضيف أيام في الجنة وقال مفتاح انتقالك للدنيا هذا يعني أنت ضيفي لفترة هذه الفترة كانت قصيرة أو طويلة الأمر بيدك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى يعني تقع في هذه المشاكل مشاكل الحياة في مشاكل الحياة ومصاعب الدنيا ومصائبها وبالفعل وقع فبكاء آدم على نبينا والي عليه السلام إنما كان لأنه عجل بالخروج من الجنة فإذا أصل العصيان يعني أصل المخالفة في هذه القضية النبي صلى الله عليه وآله يقول ادم عندما عصى ولكنه تواضع لاهل البيت، تواضع لنا. فالله عز وجل غفر معصيته وهذه المكانة التي للنبي ادم. اما ابليس فعصى ولم يتواضع تكبر. كانما الكبر <applause> البحث في محاور نتكلم باختصار. كانما الكبر هو المحور محور الذنوب بخلاف التواضع اللي هو محور الطاعه. التواضع صفه نفسانيه. الصفات الموجوده في النفس هي بين افراط وتفريط وحاله متوسطه، التواضع مو بمعنى الذله. أن يذل الإنسان نفسه ولقد كرمنا بني آدم. التواضع مقابل بين الذلة والكبر. فهذه الحالة النفسانية توجب التسليم للإنسان خصوصا إذا كان التواضع لله، كان التواضع للمعصومين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. يعني التسليم المطلق لله، ما أراده الله هو الذي أنا أسير عليه. هو هذا التواضع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن أنا فما كتبه الله أرضى المرض أو الصحة هذا التواضع عن التسليم أكو في رواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ظاهرا يقول التواضع أصل العبادة إن العبادة قوامها التواضع في رواية أخرى علامة التشيع علامة الشيعي أن يكون متواضعا يقول الإمام العسكري سلام الله عليه من تواضع لإخوانه كان من الصديقين ومن شيعته علي بن أبي طالب يعني مظهر الشيعي أن يكون متواضع يمكن نقلت لكم مرة ذلك أهل غزة الشاب من أهل غزة الشيعي كان جاي قبل فترة إلى بيت السيد العام جلست معه فسألت أنت مستبصر أو شيعي قال لا أنا شيعي لأنه والدي كان مستبصر فأنا ولدت شيعية وقال بأن سألت عن أحوال غزة في فلسطين <applause> قال كثيرين يستبصرون ولكن لا يعلنون استبصارهم خوفا من السلطة السلطة لأنه سلطة هناك متشددة حماس فيقول لا يظهرون استبصارهم ولكن يتهم الرجل بأنه شيعي إن حسنت أخلاقه قال إن حسنت يعني إذا تغيرت معاملته مع الناس أصبح رجلا خلوقا وتواضعا حسنت أخلاقه يقولون هذا مستبصر هذا صاير متشيع وبالعكس هذا سمعته من أحد المستبصرين قال يتهم المخالف بأنه أصبح وهابيا وإن لم يعلن ان غلظت اخلاقه اذا فد واحد مخالف طيب خب مخالف اذا تشوفه صار شديد وعصبي المزاج ويغضب سريعا ويصيح وكذا كذا يقول هذا متعب طبعا لان الشيعي يقتدي بامير المؤمنين وبرسول الله عليهما افضل الصلاه والسلام والوهابي يقتدي بالاول والثاني ومعروف قضاياهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه هذا منشا هذه الحاله التواضع منشا هاي الحاله انه ما يرتفع ما يتكبر لذلك التواضع منشا كل خير والتكبر منشا كل شر وقد نازع ابليس الله عز وجل في ردائه اللي هو التكبر رداء الله عز وجل لذلك اخرجه الله لعنه الله غضب عليه أما النبي آدم فتواضع كما في هذه الرواية، تواضع لمن؟ لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، كما يبين الرسول. كيف تواضع الأنبياء للأئمة للمعصومين؟ هو الأئمة كانوا أنوار يعني حسب رواياتنا الأئمة كانوا أنوار في حول عرش الله يسبحون الله يقدسون الله علموا الملائكة، كل هذه الروايات عندما نجمعها نرى بأن أنبياء السابقين كانوا يستلهمون من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام علومهم طبيعي العالم هنا الرسول صلى الله عليه واله أيضا يشير إلى فضل العلم والعلماء سابقا احنا في عدة محاضرات تكلمنا في بداية بحث الاحتجاج حول فضل العلم بأنه لو جاز السجود لغير الله لأمرنا الله أن نسجد للعلماء الذين هم وسطاء لوصول علوم أهل البيت إلينا ليش الحكمة لبيان الحكمة أذكر فد مقدمة تنظيرية وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لماذا قرن الله عز وجل الوالدين بعبادته وبتوحيده الجنة تحت اقدام الامهات الانسان يخدم والديه وان كانا كافرين روايات وقصص وشواهد كثيرة لماذا النبي الامام السجاد عليه افضل الصلاة والسلام في الخطبة السجادية هناك في دعائه لوالديه يقول واجعلني اهابهما هيبة السلطان العسوف اذا واحد يشوف هالسلطان عسوف سلطان متجبر قد بكلمه واحده يجعلني في الطاموره، بكلمه واحده يجعلني فوق المشنقه شلون واحد يخاف هذا السلطان يرتجف امامه؟ انا اجعلني ارتجف امام والدي هكذا وهي المشاكل اللي تشوف بعض الاحيان واحد يسمع حتى من بعض المثقفين او من بعض رجال الدين انه منقطع عن والديه فتره من الفترات يقول ظلموني، ما يخالف ظلموك انت ما لا يحق لك ان تقطع فالولد القاطع هو العاق العقوق يعني ان يقطع الولد صله والديه هذا العاق معنى العقوق مو الوالد يعق ابنه الابن يعق والده يعني يترك والده لا يصل الى والده اجعلني أهبه هيبة السلطان العسوف شنو معنى لانه هذا كمقدمة نذكره تنظير لان الوالدين العلة المحدثة لوجود الانسان طبعا الله عز وجل هو الخالق ولكن جعل الوالدين عله ولولا هما لو لما وجد الإنسان كل خير يصدر من الإنسان هو فرع وجوده ولولا الوجود طبعا أي خير ما كان يصدر شوفوا كبار العلماء لولا وجودهم ما كان يصدر منهم أي خير لا مؤلف ولا فكر ولا الرواة رواياتهم كل خير يصدر من الإنسان إنما هو فرع وجوده ووجوده متوقف على وجود والديه والوالدان هما العله المحدثه باذن الالهي في ايجاد الفرد، لذلك اي خير يصدر من الانسان يكتب لوالديه، ولد صالح يدعو له سيدعو له دعاء لساني او عملي يدعو له يعني يدعو بان يرتفعوا في شانهم في الجنه او هو هذا الولد الصالح ما دام يخرج منه الخير فهذا الخير يصل لوالديه وإن لم يلتفت إلى ذلك لأنهما العلة في إيجاده أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام السلام حسب معتقداتنا متواتر الروايات العلة لإيجاد الكون الوسطاء وسطاء الفيض الإلهي حسب كل الروايات اللي واحد يشوف الروايات في باب المعارف فلهم الفضل في وجود كل واحد واحد من البشر بل من المخلوقات بل من الملائكه. وهذا مو من الغلو، هذا باذن الله، الله عز وجل جعل هؤلاء الوسطاء مو صعب. كما ان عزرائيل او ملك الموت الوسيط في قبض الارواح، قضيه سهله يعني عند الله. وذاك إجا استغرب على الامام انه شلون يعلم الغيب، الامام قال هل هذا العلم كان يمكن الله يحمل نمله هذا العلم؟ يعني صعب على الله عز وجل أن يحمل أن يحمل نملة صغيرة العلم بهذه المسألة قال كلا قال خو أنا أعز عند الله من هذه النملة الله حملني هذا العلم أعطاني هذا العلم إذا أهل البيت كل وجودنا كل خير كل وجود هذا الكون منهم ومنهم الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام لولاك لما لو خلقت الأفلاك ولولاك علي لما خلقتك ولولا فاطمه لما خلقته ما هذا واقع يعني العله الغائيه يمكن هسه في وقت نبين تفصيل هذا المساله العله الغائيه من الخلق اذا فما دام واحد يعرف من هو صاحب نعمته ليتواضع امامه يعرف كل وجوده كل خير كل ما يصدر عنه ببركه هذا الوسيط للفيض الالهي النبي ادم كان يشعر بذلك يعرف ذلك خير معرفة كان يعرف ذلك فلذلك الله يقول كرمته ابليس <applause> ايضا كان يعرف بذلك يعلم بذلك ولكنه تكبر الكبر بعد يبعد الانسان عن كل خير مثل ما ذكرنا التواضع واحد لازم يتمرن على التواضع صعب ومن الشباب من الصغر لازم يتمرن والا في الكبر ما يقدر يتواضع إذا ما معلم نفسه، هذه ملكة هذه الصفة صفة ملكة نفسانية قد يحوز عليها الإنسان أو لا يحوز تحتاج إلى تكرار، الشيخ جعفر كاشف الغطاء هذا العظيم اللي يعبر عنه الشيخ الأنصاري ببعض الأساطين حقيقة أسطوانة من أسطوانات التشيع اللي منقول عنه يقول أنه لو كل تراث الشيعة ألقي في بحر أنا أقدر أكتب فقه استدلالي من الألف إلى الياء كل الفقه بالأدلة التفصيلية يعني أنا كل الروايات اللي ترتبط بالفقه حافظها وأعرف كل الأدلة الموجودة وإن لم توجد كتب روائية هذا شيخ جعفر كاشف القطار وهذه المكانة حقيقة مبين يعني كتابا مبين العمق في كتابه هذا كان في منتصف الليل يمرغ نفسه بالتراب والتمريغ بالتراب التطين مثلا الآن شعيرة من شعائر سيد الشهداء الله عز وجل جعل موسى كليما وقال له هل تعلم لما جعلتك كليما إنما لأنك تضع خدك على التراب هذا التواضع فالشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله كان يتمرغ في التراب ويقول يخاطب نفسه كنت جعيفرة فأصبحت يعني في الصغر أنت صغير جعيفر فأصبحت جعفر ثم بعد ذلك يقال لك الشيخ جعفر ثم بعد ذلك قيل لك أو يقال لك المرجع أو العالم أو الأفقه هسه بالتعبير اللي هو ذاكرة ثم ماذا أنا هذا يمرغ نفسه حتى لا ينسى، واحد ينسى شويه يحصل على كرسي، سلطان، علم، اعتبار لذلك الكبر الكبر والحسد بعض الامور التي تعتري رجال الدين، رجال العلم كبر شنو هذول العوام ما يفهمون؟ انا اللي افهم. راسا هذه طريقه لاستحواذ الشيطان عليه يدخل في حزب الشيطان، الشيطان تكبر. لذلك الوسطاء في العلم رسول الله صلى الله عليه واله قال: لو جاز السجود لغير الله لكان على ضعفاء الشيعه بل على الجميع ان يسجدوا لحمله العلم الذين حملوا علومنا ونقلوها اليهم. يعني واحد يسجد للرواه واحد يسجد للعلماء هؤلاء حفظوا الدين. انما يخشى الله من عباده العلماء. لاحظوا الكتاب طبعا هناك روايات كثيره يرفع الله الايه المباركه يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات العلم في شرف ذاتي طبعا يرتبط بمتعلقه لانه بعض الامور عله تامه للمدح للحسن وبعضها عله تامه للقبح وبعضها تقتضي الحسن او القبح العادل مثلا عله تامه للحسن عله تامه والظلم عله تامه للقبح العلم مو علة تامة للحسن العلم مقتضي للحسن لماذا؟ لأنه يرتبط بمتعلقه العلم كجنس هذا مقتضي للحسن ولكن العلم بما إذا كان علوم أهل البيت المعارف الحقيقية فبملاحظة هذا الفاصل يكون علة تامة للحسن ذلك التسليم مهم واحد يكون مسلما امره للمعصومين سلام الله عليهم اللي هم الوسطاء بيننا وبين الله عز وجل. لذلك ابن شهراشوب ان الدين عند الله الاسلام، ابن شهراشوب ينقل روايه عن الامام الباقر عليه افضل الصلاه وازكى السلام يقول التسليم لعلي بن ابي طالب عليهما افضل الصلاه وازكى السلام تسليم. هم اعرف فجد ما يزداد درجة تسليم الإنسان ودرجة تواضعه في قبول الحق ازداد معرفة وازداد درجة عند الله عز وجل لاحظوا الكتاب ولا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله هنا الرسول صلى الله عليه وآله يقول بأن النبي آدم كان قبلة والسجود كان لله طبعا في بعض الروايات الأخرى أن النبي آدم كان هو المسجود له ولكن وبينه الإمام الباقر سلام الله عليه عندما سأله ذاك السائل هل يجوز السجود لغير الله الإمام الباقر قال كلا فسأله زنديق كان مع الإمام الصادق يمكن ذكرنا الرواية فسأله فكيف سجد الملائكة لآدم أجاب الإمام سلام الله عليه الباقر أو الصادق سلام الله عليهما فقال من يامر الله ان تسجد اليه ففي الواقع انت تطيع الله فهذا حقيقه سجود لله. السجود لمن امر الله السجود عليه سجود لله. فبالنتيجه ادم قبله كالكعبه حسب هذه الروايه او ادم المسجود له لانه حمل تلك الانوار الطاهره حسب اكثر من روايه ومنها هذه الروايه التي بيناها. ولا ينبغي لاحد ان يسجد لاحد من دون الله. ويخضع له خضوعه لله. لا ينبغي، الخضوع اللي لله لا يمكن ان يصدر لغير الله. يعني ذلك تلك المرحله من الخضوع ولا اصل الخضوع بمعنى التواضع هذا مطلوب للجميع لغير المتكبر طبعا. ويعظم بالسجود له كتعظيمه لله. يسجد كما يسجد الله هذا ما يجوز اما تذهب وتقبل عتبه باب امير المؤمنين سلام الله عليه اولا هذا خمس سجود بمعنى العباده السجود بمعنى العبوديه انك اله خالق تستحق السجود لا احد ما يفعل هذا الامر وانما منتهى التواضع والذله ولو امرت احدا ان يسجد هكذا لغير الله لامرت ضعفاء شيعتنا وسائر المكلفين من شيعتنا مو صرف الضعفاء جميع الشيعه الموجود كل مكلف كل ذي لب وعاقل ان يسجدوا لمن توسط في علوم علي وصي رسول الله المتوسط العلماء الرواه حمله الاخبار ان يسجدوا لهؤلاء ان يسجدوا لمن توسط في علوم علي وصي رسول الله ومحض وداد خير خلق الله عليا بعد محمد رسول الله وتمحض في حب في وداد في حب الأمير المؤمنين وفي حب رسول الله صلى الله عليه وآله واحتمل المكاره هؤلاء العلماء الذين أوصلوا الروايات حقيقة احتملوا الأمرين مو قضية كانت سهلة ابن أبي عمير يقولون بأن مرسلاته مسندة، لماذا؟ لأنه روى وروى وكتب هجموا على بيته أحرقوا ما ألفه فهو يقول الروايات أنا حافظها بس نسيت الرواة ولكن حفظت الروايات من رواة معتمدين مقبول أخذوه هو اللطيف أنه حقيقة هذا ممن امتحن الله وأبتلاه في الدنيا، كان تاجر وكان الوسيط بين الإمام وبين وكلاء الإمام في مختلف المدن والأقضية والنواحي والبلاد فبعنوان التجارة وبالفعل كان تاجر يملك أموال كثيرة بعنوان التجارة يذهب إلى مدينة أخرى فيبلغ وكيل الإمام رسالة الإمام ويأتي بسؤال أو كلام من ذاك الوكيل إلى الإمام وهكذا هذه كانت فعرفوا أخذوا الحكومة الجائرة من العباس العباسيين فضغطوا على أنه بيّن لنا من هم وكلاء الأئمة في المدن فما قبل ضربوه ألف خشبة يعني حكم عليه بالسجن فترة بمصادرة جميع أمواله جميع أمواله وتاجر يعني يملك يمكن الملايين مصادرة كل أمواله <applause> أو تشيب أسماء هؤلاء يمكن هو هم يقول انا معذور بعد لا يعذبوني وكذا لا لا تحمله فلم يشب اسم واحد من اسماء وكلاء الامام سلام الله عليه وامروه بضربه بضربه الف خشبه الخشبه كانت على هذه الطريقه انه خشبه طويله فيها مسامير مليئه بالمسامير فهذا المسمار من الجهه الثانيه من الخشبه بمقدار منه خارج راس المسمار فعلى هذه الجهة يضربونه فواحد كبير بالعمر فوق الستين سنة عمره سبعين سنة يمكن كان عمره ما يتحمل فهذه الألف خشبة كانوا يضربوه في فترات متباعدة يعني يضربوا في عشرين خشبة ينزفوا إلى أن يطيب في الأسبوع هم يضربوا خمسين خشبة وهكذا لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول واحتمل ابن أبي عمير هذا الراوي العظيم أوصل لنا علوم أهل البيت. واحتمل المكاره والبلايا في التصريح بإظهار حقوق الله ولم ينكر، هنا مهم نقطة مهمة. أظهر حقوق الله، أظهر المسائل الشرعية، أظهر الأحكام ولم ينكر عليّ حقاً أرقبه عليه. يعني بعض الأحيان تشوفه ينكر يعني يمكن عالم كبير مو هذول المخالفين اللي كانوا كثير منهم علماء علماء وتحملوا الامرين ايضا تحملوا كثير من هذول المخالفين من كبار علمائهم من اصحاب مذاهبهم ماتوا في السجون ولكن هذا ينفع ما ينفع ولم ينكر علي حقه ارقبه عليه يعني انتظره منه ان يبين هذا الحق تشوفه فخر الرازي هذا العالم العظيم ولكنه عندما يصل الى امير المؤمنين لا لا ما يقدر هنا هذا شنو ينفع هذا علمه ولم ينكر علي حقا ارقبه عليه قد كان جهله او غفله جهله او غفل يعني هذا الحق هو غفل عنه جهله شلون يصير عالم يجهل حق والرسول صلى الله عليه واله يقول انا كنت انتظر منه هذا الحق ما راح يتحقق او سمع لانه شب على مخالفه امير المؤمنين ما قدر يغير الجاهل المركب، الجاهل البسيط، الغافل كل هذه المعاني المهم. المهم ان لا ينسى الانسان جهلا او غفله بتقصير حسب الظاهر يعني الكلام بتقصير الجهل التقصيري غير انه اذا معاند خو اذا معاند هذا خلص هذا الجهل والغفلة جهل وغفلة تقصيرية مستبعد يعني أن يكون أعم من التقصير والقصور إنه هو كان قاصر مستبعد عالم يكون قاصر لذلك يؤخذ العلماء في يوم القيامة ويحاسبون سبعين سنة وراء ما يكمل حساب الجهال يعرف لازم تجاوب مسألة مسألة لذلك ذكرنا هذه الرواية عن شهر ابن شهر أنه أن الدين عند الله الإسلام عن يعني التسليم العلي بن أبي طالب هذا المحور الذي جعله الله عز وجل وإلا يصير مثل إبليس يعبد الله ستمائة ألف سنة أكثر أقل بعد ذلك ما يقبل المحور الذي جعله الله السجود لآدم ما ينفع ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله عصى الله عصى الله إبليسه فهلكه لما كان معصيته بالكبر على آدم يعني لكون معصيته الكبر على آدم تكبر وعصى آدم الله بأكل الشجرة وبين العصيان آدم سابقا مفصلا الآن المحن عليه فسلم أو فسلم ولم يهلك لماذا؟ ذاك عصى هلك لأنه تكبر هذا عصى وتواضع لنا لما لم يقارن بمعصيته التكبر ما تكبر فما رح على محور الشر بمعصيته التكبر على محمد وآله الطيبين الأنبياء أعرفوا خلق الله بأن وسطاء الفيض الإلهي هم المعصومون عليهم أفضل الصلاة هم المعصومين عليهم أفضل الصلاة و السلام هؤلاء هم وسطاء الفيض الإلهي وذلك ان الله تعالى قال له يا ادم عصاني فيك ابليس لانه لم يسجد لك وتكبر عليك فهلك ولو تواضع لك بامري وعظم عز جلالي لافلح كل الفلاح كما افلحت لو كان متواضع ويسجد لك كان يكون يصل الى أي مرتبة مما يمكن أن يصل إليه مثل إبليس وأنت عصيتني بأكل الشجرة وقلنا عصيان مخالفة الأمر الإرشادي وعظمتني بالتواضع لمحمد وآل محمد فتفلح كل الفلاح طبعا كيف تواضع تواضع بأنه جعلهم الوسطاء أيضا سابقا مرت بعض الروايات في هذا الباب وسطاء في قبول التوبه ولا بكى بكى الى ان اصبح في خده كالاخدود من البكاء فلم يقبل الله عز وجل الا بعد ان تمسك بالمعصومين عليهم افضل الصلاه وازكى السلام فتفلح كل الفلاح وتزول عنك وصمه الزله هذه الزله اللي كانت لها وصمه لها اثار فهذه الاثار تذهب فادعني بمحمد واله الطيبين لذلك فدعا بهم فأفلح كل الفلاح لما تمسك بعروتنا أهل البيت هذا وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين